هاي جايز، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد ومعلومات جديدة. بس يعني إذا أنتوا جوا القناة لا تنسوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات عشان أوصلكم كل شيء بنزل أول بأول. طبعا إذا مستغربين إنه أنا لابسة الحجاب، قررت يعني لا. فاليوم جايز رح أسأل أسئلة ماما يعني بتعرفها أو ما بتعرفهاش، يعني مش عارفة. أنا طبعا ماما جنبي قاعدة بتتصفح على الفيسبوك، وقالت أنا رح يعني أحكي لماما وإن هي تجاوب عليها. رح أوريكم ماما جايز، هي بتتصفح. لا ماما، هل بتعرفي انه اسم القطة يسمى مواء؟ والله هاي بعرفها. هل تعلمي انه صوت الطفل يسمى بكاء؟ اكيد بعرفها. طب بتعرفي انه انه صوت الرصاص يسمى ازير؟ لا والله ما بعرفها. هل تعلمي انه صوت اوراق الشجر يسمى حفيف؟ هاي بعرفها. طب بتعرفي انه صوت الحصان يسمى صهيل؟ بعرفها. طب بتعرفي انه صوت الماء يسمى خرير؟ بعرفها. طب بتعرفي انه صوت الجرس يسمى رنين؟ بعرفها، بس لو سألتيني عنها ممكن هيك افكر فيها. طب بتعرفي انه صوت العصافير اسمها زقزقة؟ طبعا. طب بتعرفي انه الذئب اسم كلام عواء؟ عواء، نعم اعرفها. والانسان كلام، وكمان والضفدع. الضفدع نق نق نقة أو نقيق. نقيق نقيق يس. طبعا جايز أنا سألت ماما طبعا بعض الأسئلة، طبعا هي طلعت شطورة وجاوبت على بعض الأسئلة، طبعا جاوبت على كل الأسئلة غير ما عاد سؤال واحد ما جاوبته، يعني هيك طلعت شطورة. خلي طبعا إذا حابين إنه أنا أطلع وماما أسألها يعني معلومات ونعطيكم معلومات جديدة لحتى تستفيدوا منها، بدي إياكم تفجروا هذا الفيديو لايكات لحتى نوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، لأنه اللايكات بتدعمني إني أصور لكم فيديوهات أكثر وأكثر. وهلقيت لسه ما خلصنا الفيديو، تعالوا يلا ندرس ويعني ناخد معلومات جديدة يمكن أول مرة تمر عليكم، فخليني أصور لكم إياها. طبعا هي عن أهمية الصوت، طبعا الصوت إشي كتير حلو وكتير يعني إنه إحنا بنستفيد منه. طبعا خليني ناخد بعض الأشياء والمعلومات، يعني هل تعلمي تقريبا؟ وخليني يلا نبلش. من الحالات التي يستخدم فيها الصوت كوسيلة اتصال والتواصل، الإعلان والمناداة والتفاهم والتخاطب والتعبير عن المشاعر. وصوت جرس المدرسة هدفه الإعلان والمناداة، وأحد الأصوات يستخدم لتنبيه والتحذير واللي هو بوق السيارة. الشكل يوضح بالرسم صوت يسمى حفيف. يعد الصوت من أهم وسائل الاتصال والتواصل بين البشر. يستخدم بوق السيارة للتحذير والتنبيه والتحذير، بينما صوت الأذان للإعلان والمنادات. يسمى صوت الحصان صهيل، ويسمى صوت الذئب عواء. وللصوت أهمية كبرى للإنسان، السبب لأنها أهم وسائل التواصل، لأنها أهم وسائل الاتصالات والتواصل بين البشر. يعني البشر بيقدروا يتكلموا، يعني قلت لو ما في صوت بقدرش أتكلم معكم، إن أصوركم فيديوهات أو معلومات أو يعني أي إشي، يعني أي فيديو، يعني ما بقدر، لأن الصوت له أهمية كبيرة بحياتنا. تعريف بعرف. تستطيع التعرف على الأشياء دون أن نراها من خلال صوتها، يعني أشياء أنت ما بتعرفيها بس بتقدر تعرفيها من خلال صوتها، لأنه الصوت هو بيساعد على معرفة الأشياء. نغلق آذاننا بأيدينا إذا سمعنا أصوات عالية، لأن الصوت العالي يؤذي الودن، لأنه ممكن أنك تصير طرشة أو ممكن يعني ما تسمعيش بالمرة، لأنه أنت يا جايز لما تسمعوا صوت عالي ما تضلكم يعني عادي سمعينه وتقولوا عادي يعني تستهينوا بالإشي، لا سكروا ودنكم، ويعني عشان يعني ممكن أنه يصير عندك خلل أو يعني ما تسمع أو تصير طرشة، يصيروا بالمدرسة يبوا عليك. دخول الغبار إلى عينيك واحمرار، يعني عينك تصير حمراء، يعني إشي غبرة أو يعني أي إشي، مش مهم إنها تكون غبرة، يعني أي إشي صغير بدخل بالعين، يعني يدخل بعينك وعينك تصير حمراء وأنت تصير تفرك فيها وتروح تغسلي. والإجابة الذهاب للطبيب وعلاجها، لأنه الدكتور يشوف يعني إذا في عندك إشي، لأنه ممكن يصير مشكلة كبيرة.
فعشان هيك لما يصير اي شيء معكم زي هيك لازم تروحوا للطبيب وترجعوه وتاخذوا العلاج اللازم. رأيت أختك في مكان في اماكن مكتظة بالضجيج والضوضاء؟ الإجابة: أنصحها بالابتعاد عن هذه الأماكن حتى تحافظ على سلامة الأذن. يعني أنتوا جايز لما تشوفوا أختكم أو يعني أي شخص، شرط أختكم، بنت عمكم، بنت خالتكم، بنت خالته، أهم شيء يعني، أو بنت عمكم، يعني أنتوا مثلا لو شفتوها انصحوها إنها تبعد، لأنه ممكن يصير عندها طرش أو خلل، يعني ما تقدر تسمع لا قدر الله. التفاهم والتخاطب الكلامي بين الأفراد والتنبيه والتحذير بوق السيارة المطفئة. التسلية والترفيه والاستمتاع صوت الطبلة والدفء العود والدفء العود. التعرف على الأشياء صوت الطائرة، التعرف على الأشياء التعبير عن المشاعر، الزغردة والتصفيق. لأنه مثلا لما كنت بعرس يعني ضلت تزغردي في ناس بتضلهم يزغردوا كل شوية، طبعا هذا بدل إنك أنت مبسوطة أو فرحانة، هذا يدل على إشي اسمه مسمى التعبير عن المشاعر. وكمان قلنا هنا كمان بوق السيارة يسمى تحذير وتنبيه. وبس هذا كان جدا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. حبيتوا لا تستلموني لايك وشير وسبسكرايب وتبعوا الإشعارات عشان توصلكم الفيديوهات أول أول. وجود باي، بحبكم كتير.